اليوم تاريخ 22 يناير 2015 نبتدي في المشروع تقريبا اخذنا 7 شهور، انتهينا من الاسترداد في خلال تقريبا 5 شهور ونص. حاليا نشتغل في تركيب الطابور، وصلنا الى الانترستك، خلصنا من الجهه اليسار والصاله الرئيسيه، وقاعدين نشتغل في اساسيات الجهه اليمنى اللي فيها الخدمات. المشروع قاعد يصير على الوتيرة الصحيحة وحسب البرنامج المتفق عليه مع المقاول. كل الأمور إن شاء الله ماشي على حسب الجدولة.